مرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج واينت. نستعرض اليوم اهم التغريدات حول عده مواضيع، والبدايه مع فقره واي تويت. ننطلق باول تغريده للدكتور ابو بكر القربي الذي غرد على تويتر حول التهدئه الجاريه حاليا بين اطراف الصراع بعد انتهاء الهدنه. يقول في تغريدته على تويتر: التهدئة القائمة بين أطراف الصراع بعد انتهاء الهدنة مع بقاء الالتزام بتنفيذ بنودها تعني أن أطراف الصراع في مفاوضات ثنائية تتجاوز مجرد تجديد الهدنة لتشمل وقف الحرب والحل السياسي الشامل، الأمر الذي أصاب المبعوثين بالجمود وأخرجهم مع المجلس الرئاسي عن دائرة المفاوضات. وعن شحنة الوقود المحملة بالصواريخ البالستية والتي كانت في طريقها من إيران متجهة إلى الحوثيين، يقول عبد الكريم المدي في هذا السياق: شحنة وقود صواريخ بالستية تعترضها البحرية الأمريكية كانت مهربة من إيران لميليشيات الحوثي كي تواصل قتل أبناء الشعب اليمني والمدنيين في الساحل ومأرب والضالع ولحج وعدن وتعز، وتقصف بها أيضا الموانئ اليمنية وتعطل تصدير واستيراد الوقود والمواد الغذائية. شعبنا يواجه إرهاب أدوات إيران. أيضا في ذات السياق وحول التعامل الأمريكي مع شحنات السلاح القادمة من إيران، يقول صالح البيضاني في تغريدة له على تويتر: هناك تحول لافت في عقيدة البحرية الأمريكية إزاء التعامل مع شحنات السلاح القادمة من إيران للحوثيين والتي يتم ضبطها في عرض البحر. كان يكتفي بمصادرة الشحنة وإطلاق القارب والبحارة، بينما في العملية الأخيرة تم إغراق القارب وتسليم البحارة الأربعة لقوات خفر السواحل اليمنية. أما محمد عبد الله الكميم فكانت تغريدته حول التساهل الأممي مع جماعة الحوثي الإرهابية وعدم التعامل معها بحزم رغم ما ترتكبه من جرائم بحق اليمنيين. يقول محمد في تغريدته على تويتر: ستذوق أمريكا وبال تساهلها مع ميليشيات الحوثي الفارسية الإرهابية، وستجني ثمار رفعها من قوائم الإرهاب من أرواح أبنائها، وسيتضرر العالم بسبب تعاطيهم الناعم ودعمهم اللامحدود لهذه الفئة الباغية. استهداف ناقلة نفط في ساحل عمان اليوم من قبل إيران وأذرعتها ضد مصالح العالم والقادم موجع للجميع. وعن مرتبات الموظفين المنقطعة منذ أكثر من 6 سنوات، غرد الكثيرين حول هذا الموضوع كونه أساس معيشة كريمة للموظف البسيط. يقول الدكتور محمد جميح في هذا السياق: قالت الأمم المتحدة أن الحوثي صادر مرتبات الموظفين التي أودعت ببنك الحديدة، وقال برنامج الغذاء إنهم يسرقون الطعام من أفواه الجياع. أما الحوثي فيزعم أنه يهاجم موانئ الجنوب لمنع سرقة النفط. تصوروا الذين سرقوا المرتبات ولم تسلم منهم سلة الغذاء هم حراس الثروة والمطالبون بصرف المرتبات. وغرد عبد العزيز العقاب حول المفاوضات التي تجري ما بين الحين والآخر والتي تنتهي دون دفع مرتبات الموظفين المحرومين من أبسط متطلبات العيش الكريم. يقول عبد العزيز في تغريدته: ما لم يتم دفع المرتبات لجميع الموظفين فلا أهمية لأي وساطات ولا قيمة لأي حوارات ولا معنى لأي مساعدات ولا مصداقية لكل من يدعي الحرص على الشعب وهو يقف عائق أمام حل هذه القضية الأساسية، ولا ثقة بأي دولة شقيقة أو صديقة ولا بأي منظمات إنسانية طالما والجميع يقف متفرجا حيال أهم قضية إنسانية. وعن مدونة السلوك الوظيفية التي تحتوي على إلزام الموظفين بما فيهم من فرض أو بما فيها من فرض عبودية وكهنوتية، يقول عبد الله الفقيه في تغريدة له على تويتر: وثالثة الأثاث التعهد بمدونة السلوك يلزم الحاكم المحكومين بما يمليه عليهم، ولا يلزم نفسه بتوفير الراتب، وليس ملزما بأي شيء إزاء الموظف المذل المهان. أخطر ما في المدونة أن قيودها شرط القبول في الوظيفة العامة
وشرط أيضا للبقاء فيها. أما نايف حيدان فغرد حول تحدث ميليشيا الحوثي عن حقوق الموظفين وحل مشاكلهم دون دفع مرتباتهم التي تعتبر الجانب الأهم في حياتهم. يقول نايف في تغريدته: فكيف تتحدث عن حقوق الموظف وحل مشاكله وتذليل الصعاب أمامه وجوهر المشكلة للموظف هو الراتب؟ عموما هي للآن ليست قرآن منزل يصعب تعديله أو تغييره، فهي نقاط وقابلة للتعديل والإضافة وللحذف حسب متطلبات المرحلة والحاجة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن. وعن مدونة السلوك الوظيفي يقول الناشط أحمد سيف حاشد في تغريدة له على تويتر: وكان الفساد قد نجح قبل إصدار المدونة في شل حركة الأجهزة الرقابية للدولة بعد أن سيطر واستحوذ عليها واستحكم بها وأفقدها الحد الأدنى من استقلالها ونجح في إفشالها من ممارسة مهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وعن الزمن الجميل قبل أحداث نكبة العام 2011 مرورا بسيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء في العام 2014 وما كانت تشهده البلاد من نقلة في السياحة ووجود سياح على امتداد الجمهورية، يقول مجلي الصمدي في هذا السياق: نفسي أشوف سائح أو سائحة أجنبية زي زمان في التحرير أو باب اليمن أو في القاع وهو يصور، ما نشتيش مقعشين فوق شاصات ولا مدونات، جني لها عيش مقرفة من صدق. وغرد يحيى أبو حاتم حول دعوات السلام مع ميليشيا الحوثي والتي تنتهي جميعها بالفشل، يقول في تغريدته: أي دعوة للسلام مع الحوثي قبل كسره عسكريا وتحرير الحديدة واستهداف قيادات الجماعة الإرهابية ليس إلا انتحار سياسي وتفخيخ المستقبل اليمني وتسليم اليمن على طبق من ذهب لإيران وزرع خنجر مسموم في خاصرة المملكة وتشجيع كل الجماعات الإرهابية على الانقضاض على الأنظمة. إلى فقرة وايترند وأكثر المواضيع العربية والعالمية انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي. في مشاركة مشرفة أعد فريق يمن دان ميدلي أغنية ارحبوا المعدة لكأس العالم 2022 بنكهة يمنية امتزجت بصوت الدان للفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم، وقد انتشر الفيديو بشكل كبير ولاقى رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
من مصر، لم يتوقع أهل محمد ابن قرية مني العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية أن ابنهم الذي أصيب في حادث من أكثر من شهر وتعرفوا على جثمانه داخل إحدى المستشفيات ودفنوه بأيديهم وتلقوا فيه العزاء لم يمت وحيا يرزق، وأن الجثة التي دفنوها ليست لابنهم محمد على غرار سيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات. يوم الجمعة يوم 14/10 وقت صلاة الجمعة فاضت روح إلى ربنا سبحانه وتعالى، خلصنا الإجراءات وجبنا بعضنا وجينا وجبنا ابننا وجينا على الساعة 8:30 بالليل، 8:30 بالليل يوم الجمعة يوم 14/10 ماشي، وجينا الجامع هنا ودفننا وخدنا العزاء بتاعه مدة 3 أيام متواصلين صوان وعزاء. جينا يوم 10 11 يوم الخميس بالليل، أنا قاعد مكاني هنا وبشرب كوباية شاي بعد العشاء بساعة، دخل أخويا على البيت، طلع قال للجماعة في البيت كلية البيت كله طالع لي على برا، ما كملش ما فيش يعني. فبدأت أرجح فيهم رايحين فين؟ في إيه؟ قال ده بقول مصطفى بقول ده محمد عادل جاي أهو. ما خلصنا كلام أنا بقول لهم هتفضحونا، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ الناس هتطلع علينا كلام. المهم إيه؟ ما فوجئت عربية ميكروباص جت وقفت ورايا في المكان ده، ونزل منها 5 6 شباب ومحمد عادل نازل لصلاة النبي بشنطة بلاستيك في إيده. أنا فكرت دي الكفن بتاعه، وطالع طب طلع إزاي بعد 27 يوم؟ وجالي منين محمد عادل؟ طب هل دي محمد عادل ولا عفريته؟ طب لو عفريته الناس جت معاه ازاي؟ انا ما قدرتش اقوم من مكاني، انا حسيت برعشه في جسمي وقلبي كان هيقف. يا ابني انت مش محمد عادل؟ انا محمد عادل. انا مين؟ عمي. عمك مين؟ عم عادل. انا معايا عيال، انا مخلف ولا مش مخلف؟ مخلف. معايا ايه؟ 3. مين هما؟ عبد الله عبد الرحمن. اقول له اساله اقول له ايه تاني؟ اهو ابننا اهو. طب واللي دفنتوا مين؟ انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لعناصر من الشرطة الأمريكية في ولاية جورجيا يعتدون على سجين بوحشية داخل زنزانته في مقاطعة كامدن، ورصد الفيديو السجين وهو يتعرض للضرب على يد عناصر من الشرطة داخل أحد السجون حتى طرحوه أرضاً وأبرحوه ضرباً. إلى فقرة وايتيوب. من يوتيوب اخترنا لكم مقطع فيديو حصد قرابة 9 مليون مشاهدة لتشغيل آلات المصنع الأكثر نجاحاً وكذلك الأدوات البارعة التي تعمل بشكل مثير للإعجاب.
كانت هذه جولتنا في أهم المواضيع التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين إلى اللقاء.